السلام عليكم. دلوقتي هنشوف مع بعض البيم ستيشن بريم. ده نموذج ليه، هتقدر تحمله من الموقع عادي وتقدر تعدل المعلومات اللي فيه بحيث تناسب المشروع بتاعك. بيبدأ بإيه؟ بيبدأ بإن أنا أشوف الاختصارات اللي موجودة في قلب المشروع على أساس ما نختلفش عليها، ونبدأ نكتبها هنا. على سبيل المثال مثلا إيه المقصود بالـ FIM، إيه المقصود مثلا بالـ IDC، إيه المقصود بالـ IBD. يعني ممكن يكون في اختصار ليه معنيين، فنشوف احنا هنا مستخدمين اني معنى فيه. على سبيل المثال مثلا الـ IFC، المفروض هنا مثلا في الوثيقة ان الـ IFC هو Industry Foundation Classes. في بعض الورق يخلي الـ IFC Issue for Construction، فلازم يكون في توضيح ايه الاختصارات المستخدمة، وايه لو في جملة مش واضحة او كلمة مش واضحة نبدأ نشوفها. يعني ايه المقصود بالورك سيت، ايه المقصود بالاي بي دي وكذا. بعد كده بنبدا ندخل في معلومات المشروع، اسم المالك، اسم المشروع، مكان المشروع، وصف المشروع، مجموعة من الفيلل مثلا، رقم المشروع، تواريخ المشروع، هنبدا من امتى وننتهي امتى. بعد كده الكونتاكت، التليفونات كل شخص، البيم كوردينيتور، البيم مانجر، المسؤول عن كل قسم، التليفون بتاعه، هو تبع الشركة، الايميل بتاعه. وبعد كده نشوف ايه اللي مطلوب مننا في المشروع دوت، ايه الاهداف اللي احنا هنخرج بيها من المشروع دوت. يعني هل مطلوب كوردينيشن، هل مطلوب 4D، هل مطلوب ان انا اطلع مثلا لوح اسبلت، وكل مرحلة من مراحل المشروع ايه الحاجة اللي انا هبقى مهتم بيها واللي لازم تتعمل. لو في مبنى موجود اصلا هنعمل له ليزر سكان، ولا هندخل ازاي، ولا هيتبقى، ولا هيتعمل موديل من اول وجديد، وايه الاكواد اللي احنا هنشتغل بيها. يعني مثلا بي اس 1192 مثلا، هو شغل بالكود الامريكي السنغافوري او البلد اللي انت موجود فيها فيها كود خاص بيها. ايه العناصر اللي موجوده في كل موديل؟ المعماري مثلا هيبدا بالوول، وهيبدا بالدور، الفرنتشر، الفينش، التواليت. نبدأ كل العناصر اللي هتبقى موجودة في كل موديل بنبدأ نكتبها بحيث ما نختلفش بعد كده، ما نقولش إن في حاجة كانت مطلوبة وما اتفقناش عليها. وبعد كده بنبدأ نشوف هيتعمل كولابريشن ازاي بين الأقسام. يعني مين اللي هيبدأ مثلا، المعمار هيبدأ هيعمل ليفل وجريد في ملف، وبعد كده يعمل ملف تاني يحط فيه شغله ويحط حاجات افتراضية من عنده. يعني مثلا يحط العمادة الإنشائي بس بدون سايز، بدون ما يقول دي طولها كام وعرضها كام. بعد كده الإنشائي هو اللي حدد هيبقى طول العرض بتاعها كام. وبعد كده مثلا الكهروميكانيكال هيعمل ايه، هيدخل امتى، هيشتغل ازاي، هيتبادل المعلومات مع بعض ازاي، ايه البرامج اللي هما هيشتغلوا بيها. بنبدأ نتفق كل واحدة شغل بين برامج وايه الإزارات بتاعتها. يعني ما ينفعش مثلا حد يشتغل على 12 وواحد يشتغل على 16، لازم كلنا نبقى زي بعض. ايه البرامج المخصصة للريفيو، ايه البرامج المخصصة للكوردينيت، ايه البرامج المخصصة للفور دي للفايف دي. دي الوثيقة دي بتتكتب، وبعد كده الطرف الآخر بيشوفها ويراجع عليها ويقول أنا موافق أو مش موافق. ايه الاجتماعات اللي هتبقى موجودة مثلا قبل مثلا ما نوافق على البيمكس شامبلين، هنعمل ميتنج. لما نيجي نتكلم على ديزاين كوردينيشن نعمل ميتنج، وفي ميتنج بصفه اسبوعيه مثلا او مرتين في الاسبوع. نبدا نعمل كوردينيشن ونشوف ايه المشاكل الموجوده، او بنحاول نوجد حلول للمشاكل. يعني مشاكل معروفه بس بنبدا نقول ايه، طب مين اللي هيحرك الحاجه بتاعته على اساس يتفادى المشاكل. ايه الملفات اللي هنسلمها لهم؟ يعني هل تستلم ملف ريفيت، ولا تستلم ملف اركيكاد، ولا ملف كلاش نفس وركس، ولا ملف 2D اوتوكاد، ولا 3D، ولا PDF. ايه الحاجات اللي هيتعمل لها كلاش، او هيتعمل لها فحص للتاكد من انها مش متعارضه مع بعض. هنقول مثلا الشفاك مع الفاير، الشفاك مثلا مع الانشائي وهكذا. الاسماء هتسمي الملفات بتاعتك ازاي، ممكن يكون الملف عندك هتسميه مثلا اسم المشروع، وبعد كده اسم السيستم، وبعد كده رقم اللوحه. ممكن تحط مثلا اسم المالك، ممكن تحط لو كذا مبنى تحط رقم المبنى. فده كل ده لازم نكون متفقين عليه من قبل ما نبدا شوف. دي التسميات اللي موجوده.
ده أمثلة لتسمية الملف، بحيث إن أنا أول ما أشوفه أعرف ده الملف ده بتاع إيه. الفحص هيتم إزاي وبأني سوفت وير وكل قد إيه، ما استناش لآخر المشروع لحد ما نعمل فحص. الاستخدامات بتاعة البيم، أنت محتاج تعمل إيه مثلا، إيه البرامج اللي أنت تشتغل بيها، إيه الأجهزة اللي المفروض تكون عندك لازم عشان تعرف تشتغل بيها، طريقة التسميات هتبقى عاملة إزاي. بعد كده نبدأ نشوف بقى التسليمات، هتسلم ايه كل مرحلة من المراحل، ايه اللي المفروض هتسلم وهتسلم في انهي صورة، والحاجات الأساسية اللي لازم تكون موجود فيها عشان استلمه. وبعد كده ال OD، درجة التفاصيل في كل مرحلة من المراحل. وبعد كده بنبدأ نشوف العناصر الموجودة عندي، ايه الحاجات الأساسية اللي لازم تكون موجودة عشان نستلم الموديل. فانت بتبدأ تشوف المشروع عندك، ممكن مثلا مستشفى في حاجات خاصة بالغازات الصحية مثلا تبدأ تحطها وهكذا. وبعد كده بتبدأ تشوف الأقسام اللي عندك، لما تيجي تعمل كوردينيشن مع بعض ايه الألوان لكل قسم فيهم، الطباعة هتبقى عاملة ازاي. حاول لو في كود ما تحطش تفصيل دي، وقول ترجع للكود في النقطة دي، ده هيسهل عليك كتير جدا.